عندما يغلق باب السعادة يفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان نطيل النظر في الأبواب المغلقة وننسى الأبواب التي فتحت لنا. طبعا هاي المقولة لهيلين كيلر، ويسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء وإن ما كنتوا عم تحضرونا، وصباح الخير لإلك آلاء. يسعد صباحك بداد، ويسعد صباحكم مشاهدينا الأكارم، وعسى أنه يكون يوم تفتح فيه لنا أبواب الأمل والسعادة إلنا ولكل متابعينا إن شاء الله. آلاء، إذن مشاهدينا خلونا نبلش مشوارنا الصباحي مع أبرز عناويننا لليوم. بحلقة اليوم من برنامج صباح سوري راح نشوف سوا حفلة بمدينة جسر الشغور لتوعية الأطفال حول الاعتداء والاستغلال. برنامج صاغ سليم، ردود أفعال إيجابية من الجمهور. وللرجال نصيب من فقراتنا مع الحلاقة والعناية بالشعر. وأيضاً مع تأثير إدمان الألعاب الإلكترونية على العلاقات الأسرية. خلوكن معنا. مرحب فيكم مشاهدينا من جديد. وداد، سبق وجربتي انه تلعبي العاب الكترونيه، خاصه انه هلا نحن بوقتنا منتشره هي الالعاب؟ والله آلاء، للحقيقه احيانا بلعب العاب بسيطه، ممكن تكون مثلا بوسائل النقل، واذا احيانا ما كنت حاب يركز بشيء، بس بالعموم آلاء لا ما كثير بحب او بفضل ما كثير ميال لهدول القصص. بفترة الحظر وتمضيت ساعات أطول بالبيت، في أشخاص صاروا يتعلقوا كتير بالألعاب الإلكترونية للترويح عن نفسهم، لكن كيف بيأثر الإدمان عليها على العلاقة الأسرية هو موضوع سؤال حلقتنا لليوم. طبعا مشاهدينا فيكم تشاركونا رأيكم عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية، وكمان فيكم توصلوا مباشرة لرابط الاستطلاع عبر مسح الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. طبعا وبحب أذكركم أنه نحن بانتظار صور وفيديوهاتكم لعرضها ضمن فقرات برنامجنا الصباحي. وبنبدأ مشوارنا الصباحي مع خبر حضر لنا إياه قسم الأخبار، وبيحكي عن حفل أقامته منظمة إحياء الأمل. طبعا الحفل يلي أقيم في مدينة جسر الشغور بيهدف إلى توعية الأطفال حول الاعتداء والاستغلال. منتابع التقرير سوا. الأمل بتقديم فعالية حملة مناصرة حول موضوع الاعتداء والاستغلال الجنسي، استهدفت الحملة طلاب وطالبات مدارس جسر الشغور النازحين والمقيمين. كانت الحملة عبارة عن تقديم فيديوهات، عرض فيديوهات توعية للأطفال حول موضوع الاعتداء والاستغلال، بالإضافة لتقديم مسرحية الذئب والخراف التي تهدف لرفع الوعي وكيفية تعريف الأطفال كيفية التصرف في حال الاعتداء، تعرض لحالات اعتداء واستغلال. الأطفال غيروا الجو يعني، وخاصة نحن بهالوضع اللي عم نعيشه، إنه خاصة بالكورونا كذا، بهالوضع بهالحرب، يعني دائما الأطفال بدهم هيك شيء، إنه شيء يطلعوا من هالجو هذا، من هالأجواء، إنه يضل عندهم أمل. انبسطنا كثير هاليوم، وتعلمنا يعني انه ما لازم نروح مع حدا لحالنا، واذا رحنا لازم نروح مع شخص كبير وبالغ، لانه اذا رحنا لحالنا بيخطفونا، واذا حدا حكى معنا لازم نصرخ بصوت قوي ونرقد. استفدنا من الحفله لازم ما نروح مع حدا، لازم نروح مع حدا واعي، واذا حدا تعرضنا للخطف نصيح ونهرب ونقول لحد كبير. من حق العيش في أمان، من حق يلعب، من حق يعبر عن رأيه، من حق يعيش السلام. حول هالموضوع بيسعدنا نستضيف زينة مجلوبة، مساعدة إعلامية بمنظمة إحياء الأمل. أهلا وسهلا فيك سيدي زينة، ويسعد صباحك يا رب. صباحكم يا رب. أهلا وسهلا. أهلا على أهلا بدات. يسعد صباحك سيدة زينة. صباحكم يا رب.
تابعنا سوا التقرير ولاحظنا انه في حضور جيد، قديش تقريبا كان عدد الموجودين وتحكي لنا كيف صارت الدعوات؟ هلا كان دعوات من خلال احنا كفريق توجهنا لمدارس، توجهنا ل مثلا اسر بنعرف عنهم اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه، وصارت الدعوات عن طريق هذا الشيء. العدد الحضور حوالي 70 طفل من اطفال مدارس من ذوي احتياجات خاصه، بالاضافه لمعلمات ومن الاهالي حتى الاطفال اللي كانوا موجودين. طيب سيدة زينة، نحن بنعرف أنه الأعمال المتقطعة شوي نتيجتها بتكون قليلة، أنه بمعنى أنه ما فيها ديمومة، لأي مرحلة ممكن أنه هذا العمل يجيب نتيجة؟ هلا نحن عم نحاول دائما بمنظمة إحياء الأمل أنه يكون في استدامة لمشاريعنا، خاصة اللي بتكون بتخص مواضيع الحماية. عنا دائما نحن حملات، عنا دائما أنشطة. هلا نفذنا أكثر من نشاط وحملة، كانت بأول حملة كانت في منطقة خربة الجوز، كان يستهدف منطقة الخربي خربة الجوز وريفة، شملت عدة أنشطة، منا التوعية، منا كمان عرض فيديوهات، منا المسرحية، منا حتى رسومات على الجدران، استهدفت المخيمات، استهدفت ريف خربة الجوز. كان عندنا حملة بمنطقة الحمامي، بقرية الحمامي، كمان استهدفت مخيم للأرامل. هذا المخيم هي مجموعة من الأرامل والأطفال الأيتام حتى هم النازحين. كمان كان في عدة أنشطة فيها استهدفناها بحملة تانية. صارت عنا كمان النشاط اللي هلأ شفتوه أنتم بمنطقة جسر الشغور، كمان كان ضمن عدد أنشطة، من عرض فيديو، من المسرحية اللي شفتوها خلال التقرير. وحاليا عم تجرى هلأ حملة بمنطقة عفرين. طيب سيدي زينة، هل هناك يعني أي خطط لإقامة حفلات يعني مشابهة لهي الحفلات بذات المنطقة أو حتى بمناطق أخرى؟ هلا نحن دائما عم نسعى لحتى يكون هذا الشيء، بس حسب الإمكانيات الموجودة، حسب هلا في مشاريع عم تتقدم دائما من إحياء الأمل لحتى يكون في مثل هيك فعاليات وأنشطة، نتأمل إنه يكون في شيء جديد إن شاء الله بالمنطقة. طيب هل في أي خطط مستقبلية أو سيدة زينة ممكن أنه تصير مستقبلا؟ هلا نحن عندنا دائما خدمات تخصصية وخدمات مركزة ضمن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، منها هي حماية الطفل، منها حفظ القائم على النوع الاجتماعي، منها تمكين المرأة، ومنها كمان في عندنا كمان قسم توعية بمخلفات الحرب. فنحن دائما عندنا أنشطة، ونحن دائما عندنا شيء يعني، وبتسعى دائما المنظمة لحتى تتمدد مشاريعها ويكون فيها يعني تكون مشاريع نوعية، مو أي يعني أي شغل، دائما يكون مشروعها اللي موجود يعني يكون نوعي وبأفكار جديدة. لو تحكي لنا أنه كيف قدرتوا توصلوا هاي الأفكار للأطفال، شو هي الطرق، شو هي الأساليب اللي اتبعتوها؟ هلأ مثل ما بتعرفي أنه الشغل مع الأطفال كتير حساس يعني، خاصة بهذا الموضوع اللي هو موضوع الاستغلال والاعتداء الجنسي، هو موضوع كتير حساس، ويعني أكيد رح نلاقي صعوبة بتوصيله أو بتوصيله بأفكار بسيطة للأطفال. فكان عندنا مجموعة من الأنشطة، مثل ما من شوي خبرتكم رح أرجع لكم شيء زيادة يعني، كان في عندنا نحن مسرحيات، مثل مسرحية الذئب والخراف اللي هي بتوصل الفكرة عن طريق قصة. في عنا مجموعة من الفيديوهات اللي نحن بنستعملها ونعرضها للأطفال خلال جلساتنا وخلال الأنشطة اللي نحن بنشتغلها مع الأطفال، كمان عن طريق قصة. في عنا نحن توزيع بروشورات يعني خلال الجلسات، كمان عنا خلال الحملات قمنا برسومات معبرة بتوضح خطر الإساءة
والاعتداء والاستغلال الجنسي. طيب سيدة زينة، اليوم بخصوص هذا الموضوع أكيد في مسؤولية بتقع على عاتق الأهل، بأي عمر ممكن أنه الأهل يبلشوا يعطوا نصايح ويبلشوا أنه يعطوا معلومات للطفل بخصوص هذا الموضوع، بالذات بخصوص مثلا حول توعيتهم؟ بعتقد أنه مجرد ما الولد ينفتح، يعني الطفل مجرد ما ينفتح على العالم فلازم يبدأ التوعية، مثل ما أن التوعية بتكون يعني بطرق بسيطة، قصة، رسمة، فيديو، شغلات بسيطة كتير. هلأ بس بدي أضيف لمجموعة الأنشطة اللي نحن كنا عم نقدمها، في عنا أنشطة اسمها جلسات مشاورة مجتمعية، هي بتكون مع حقوقيين، مع نشطاء، مع عمال إنسانيين، مع رجال دين، ممكن مدراء مخيمات، ممكن معلمين ومعلمات، مدراء مدارس وغيرهم. هدول الجلسات حتى نحن خلالها بناخذ وجهات النظر، مثلا ممكن مع النازحين والمجتمع المضيف، لحتى نشوف مثلا الممارسات الموجوده، يعني الممارسات الموجوده بالمجتمع اللي عم تقوم بها الجهات المنفذه. ممكن حتى خلال جلسات المشاوره المجتمعيه نقدم معلومات عن اليات الابلاغ، عن قنوات الابلاغ المتوفره، وممكن حتى ناخذ مقترحات منهم لحتى نشوف ايش بيحتاج المجتمع من المنظمات والمستشارين. سيدي زينة، شكرا لحضرتك، كنت معنا اليوم مساعدة إعلامية بمنظمة إحياء الأمل، شكرا لانضمامك لنا اليوم ويسعد صباحك يا رب. شكرا لكم وبشكركم ثاني مرة على استضافتي، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يعافيك وسهلا يا رب. مكملين معكم مشاهدينا مكملين معكم مشاهدينا بفقرة صباح، ببرنامج فقرات صباح سوري لليوم، وبعد الفاصل رح نكون مع الزميل يوسف ملا والإصداء الإيجابية يلي نالا برنامجه، والزميل جلال ديمير برنامج صاغ سليم. خلوكم معنا. تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلدت تاريخ أسماءهن، كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق. نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع. نحن ببرنامج صوتك بغير، ومن خلال قصصكن سنلقي الضوء على تجاربكن وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا، لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا. بنرحب فيكم مشاهدينا عن جديد، وسؤال حلقتنا لليوم حول تأثير
تأثير الإدمان على الألعاب الإلكترونية عفواً على العلاقات الأسرية. طبعاً فيكم مشاهدينا تشاركونا آراءكم عبر صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط السؤال فيكم تمسحوا الرمز الظاهر حالياً على الشاشة. والآن مشاهدينا رح ننتقل لفقرة الترند يلي رح نتناول فيها اليوم ردود الفعل على برنامج صاغ سليم اللي عرضت أولى حلقاته ضمن الانطلاق الجديد لقناة حلب اليوم الفضائية. طبعا برنامج صاغ سليم بيقدمه الإعلامي السوري يوسف ملا والصحفي التركي جلال ديمير، بناقش القواسم المشتركة بين الشعبين السوري والتركي لكن بطريقة كوميدية بهدف الدمج وتعزيز التعايش. منتابع معكم مشاهد من البرنامج ومنرجع لرصد ردود الأفعال مع يوسف ملا. مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في برنامج صاغ سليم. هذا البرنامج اللي قررنا نعمله ليحكي عن العادات المشتركة بين الشعب السوري وبين الشعب التركي. هذا كثير بحوش لإذني يا زلمي، يخرب بيته أعور لي إذني أعورة يا زلمي. صوص انطلق لما أنا بدي أبلش يا زلمي. قرداش هذا تركي ما جبتوه من هون هو جم طم قرش جم باش هذا بزبط يدي يا يدي هذا يا جماعة والله عم بشوشني، يعني ما عم بمزح، أنا كثير عم شوش لي يا زلمي والله ما عم بمزح يعني، بس فعلا يخرب بيته. ها صفور جابوا لنا مشكله، جيبوا ديكور بلاستيك ميبس. ونحكي عن القواسم المشتركه بين المجتمع السوري والمجتمع التركي. كمان هي حكيت اول شيء انا مين انا وخبصت قلت العادات والتقاليد التركيه وما قلت السوريه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاكارم. آخر مرة يا شباب والله حقكم عليه. Bence en doğru olan da budur. Yani önümüzdeki programlarda eğer bu konu üzerinde durursak iki toplum arasındaki birleştiren iki toplumu birleştiren şeyler aşağıya nabda. Acayip. آخر محاولة. آخر محاولة. راح تشوفونا إن شاء الله في برنامج صاغ سليم. لحن سيد أقول أطوين أقول يطلع هديك مو معتبة ما بين الكاميرا خالص نعمش قدي تشرك. تمام مشاهدينا الأكارم، بكل أسبوع مو كل أسبوع البرنامج أنا ما مصر رح يكون دائما رح أكون معي دائما أقول رح أكون أنا معكم لازم أقول hocam gülme bana ya. Ben gülmüyorum ama ben bak yüzüm bile şey yani tamam. Ciddi böyle çok ciddidir. انا ظننته لا خيو هذا لاخر برنامج لاخر بعد ثلاث اشهر بشربني شاي لا لا ما بدي بضل اتسلى فيها لطول بالكم لسه ما خلصت. سلموا على بعض ما بصير نسلم مع بعض. طبعا مشاهدينا وداد فريق البرنامج حب يفاجئنا ويعمل لنا انه هيك صحيح انه على اساس يفرجونا مشاهد من برنامج صاغ سليم، ولكن عرضوا لنا الاخطاء والعثرات اللي عم بتصير خلف الكواليس. اذا مشاهدينا مثل ما حكينا هلا رح نبلش نقرا تعليقاتكم يلي اجت او ردود الافعال يلي اجت على برنامج صاغ سليم، وبنبدا ب انس محمد خربطلي بيقول جزاكم الله خيرا، فعلا برنامج رائع وخطوة في الاتجاه الصحيح للتعريف عن عادات وتقاليد كلا الشعبين. تعليق تاني لنور باكير وكان إلى طبعا وجهة نظر تانية، قالت خطوة جديدة من قناة حلب اليوم والأخ يوسف الملا بتقديم برنامج كهذا، فكرته جديدة وذات أهمية بعيدا عن التكرار، نأمل أن يصل إلى جميع الأخوة الأتراك وبانتظار الحلقة القادمة وبالنجاح والتوفيق. نعم آلاء. في عنا كمان نهى عاشو قالت علقت على البرنامج بقولها فكرة البرنامج كتير حلوة، يا ريت تنطرح المشاكل اللي عم يعانوا منها السوريين بتركيا. وبننتقل لتعليق آخر لمحمد يازجي يلي كتب عن الحلقة الأولى من صاغ سليم وقال كترونا منهم، لازم تكون دعوات التعايش والتآلف والمحبة وتقبل الآخرين منتشرة أكثر من دعوات الطرد والاعتداء والاختلاف. بارك الله فيكم.
إذن مشاهدينا، بعد ما استعرضنا معكم بعض ردود الفعل على الحلقة الأولى من البرنامج، بيسعدنا هلأ أنه نستضيف معنا بالاستديو الزميل يوسف ملا، طبعاً يلي شارك بتقديم برنامج صاغ سليم. أهلا وسهلا فيك يوسف، وصباح الخير. صباح النور، الله يعطيكم العافية. صباح الخير يوسف. صباحكم سوري إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. طبعاً أنا متحمسة كثير اليوم. طبعاً بدي بارك لك أول شيء بانطلاق البرنامج صاغ سليم لحضرتك، ولا أكيد يعني للأستاذ جلال دمير، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية. شفنا يعني مع بعض الأصداء وردود الأفعال من المتابعين، شو رأيك يوسف؟ نحن كنا متوقعين هاي الردود الإيجابية، الحمد لله رب العالمين، لأنه عم نحكي عن فكرة غير مقلدة، فكرة جديدة لشعب صار له 9 سنوات بتركيا موجود اليوم. الأرقام الرسمية بتقول 3.5 مليون، طبعا الغير رسمية أكبر من هيك. اليوم هدول الناس صار لازم بعد 9 سنوات كان في البداية يفكروا في الحاجيات الأساسية بوجودهم بتركيا، حاليا لا، عم يفكروا بجامعاتهم بمستقبلهم، صار لازم حدا يحكي عنهم، ينطق عنهم، يشرح عاداتهم، يشرح تقاليدهم، لأنه صرنا حاليا بمرحلة جديدة اللي هي مرحلة الاندماج. صرنا بحاجة كتير لأنه ننقل أفكار مجتمعنا اللي ما حابينا تنطمس وتضيع للمجتمع التركي. بنفس الوقت الشعب اكتسب خلال هالـ9 سنوات شيء من العادات والتقاليد، وصار يفهم الأشياء المشتركة، فحبينا نسلط الضوء على الشيء اللي عم بيصير من التآخي بين الشعبين السوري والتركي عن طريق هذا البرنامج، إنه يكون في معنا مقدم تركي ينطق عن الأتراك، وحدا سوري يحكي عن العادات والتقاليد السورية. يعني الحمد لله رب العالمين، مثل ما شفنا يعني نحن كمان بنتقبل النقد دائما، لأنه البرنامج منطلق جديد، أكيد رح يكون في نقص وأخطاء وشوية عسرات. نحن بنتمنى انه هذا البرنامج يصل لنوعيه افضل من هيك، ونصير نقدر نستضيف معنا شخصيات تركيه مباشره يحكوا معنا. حاليا ماشيين بهذا النهج. هلا يوسف، هو البرنامج بيحكي عن عادات الشعب السوري والشعب التركي، نحن مثل ما شفنا بردود الافعال هي كانت ردود الفعل السوريين، هل يا ترى كان في ردود مشابهه من الشعب التركي على هذا البرنامج؟ طبعا، يعني انا عن طريق الاخ جلال دمير اللي هو عم يتابع الجانب التركي، كمان في اخوه مسؤولين تابعوا الصفحه الفيديو الحلقه الاولى، في يعني كانت الوجهات تقريبا متشابهه بين الطرفين، لانه البرنامج عرض يمكن الاسبوع هذا، كثير كان بالنسبه لانه هو شيء كثير متحمسين لانه نشوف شو حتحكي العالم. لهاللحظه الردود الاكبر كلها ايجابيه، وعم طالب انه نحن نكمل البرنامج الموسم كاملا. طب يوسف، هلا اذا طلبت منك هيك تسريب خاص عن الحلقه الجايه من صاغ سليم، شو محضرين للمشاهدين؟ عن شو رح تحكوا هلا بالحلقه الثانيه؟ بنحكي نحن عن موضوع اللغه. شئنا ما بين اللغة التركية في داخلها 10,000 كلمة تركية، يعني اللي تم إحصائهم 6,000 وشوي، لكن في كلمات ما تم إحصائها. اللغة شيء كتير مهم، ونحن كمان كمجتمع سوري في عنا جوات، مثل ما شفتوا بشوية مثلا قلت له يعني تشرك مثلا، هي من كلمة شرك مثلا. شئنا أم أبينا صاغ سليم، الكلمة نفسها بتعني صاغ، تعني سليم، سليم بتعني صاغ. فنحن شئنا أم أبينا في عنا شيء من بقايا اللهجة التركية من أيام الخلافة العثمانية، وهن شاءوا أم أبو في شيء من احتكاكهم ببلاد الشام ودخول الأتراك في الإسلام في مصطلحات عربية. فسلطنا الضوء بالحلقة الثانية عن اللغة، وبالحلقة الثالثة بنحكي عن الوطنية عند الشعبين، ومنكملين هيك إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. يوسف، هلأ أكيد الفكرة لبينما تحولت من الورق لحتى أنتوا تبلشوا تصوروها ولنضجت، أكيد أخذت كتير وقت، وأكيد مريتوا بكتير فترات صعبة ولحظات أنه صعبة لحتى وصلت لهون، يا ريت تخبرنا عن هذا الموضوع. البرنامج فيه صعوبات، يعني نحن بحثنا في البداية عن شخص يستطيع فهم اللهجة، لأنه نحن حابين أنه أنا أحكي عربي بلهجتي بطبيعتي، بس بدي تركي يفهم علي بهي اللهجة. التفكير دار حول عدة شخصيات كتير، وطرحنا عليهم أفكار، فالأغلبية ما كانوا كيف بدنا موضوع لهجة، مو موضوع شيء عادي، والشخص السوري لازم يقدم هذا البرنامج كمان لازم يكون يفهم شيء من اللهجة التركية، معاصر الأتراك، عايش معهم، بيعرف أبعاد كل كلمة.
فكان انه انا لما طرحت الفكره على الاخوه في القناه الاداريين فعجبتهم الفكره، لكن كانت الصعوبه الاكبر هو تحديد المقدم التركي. سبحان الله خطر في بالي فورا الاستاذ جلال دمير، لكن انه الاستاذ جلال دمير حسب ما بتعرفوا العالم رسمي كثير بكونه بيقابل مسؤولين الاتراك وبيروح وبيجي، لكن الشيء اللي حببنا فيه انه هو انسان كان قريب من السوريين في مخيم نزب، وعلى مدى سنوات طويلة أدار المخيم، فتعلم اللهجة الإدلبية من الأدالبة، تعلم اللهجة الحلبية، تعلم لهجة شوام، تعلم كل شيء. فجربت على التليفون أحكي معه، قال لي لك بدك تخرب بيتي أنت تحط برنامج كذا، قلت له لا جرب خلينا نروح على القناة جرب مع بعض، إذا شفت الفكرة زبطت معك بتكمل ما لنا خسرانين شيء. قال لي طيب إذا ما زبطت بدبر لك حدا تاني، قلت له ماشي. وأنا يعني متأكد إنه لازم هو بحاجة لتشجيع ليكسر هذا الحاجز، لأنه هو متعود على الرسمية أكثر، بطقم وجرافيته دائما لقاءات وكذا. فالحمد لله رب العالمين هي أكبر صعوبة واجهتنا بتحضير الحلقة. لا الشباب ما شاء الله عليهم، فريق الإعداد عم يشتغل شغل جبار، عم ننزل على الشارع أنا وجلال بالشارع، هو بيحكي مع الأتراك وأنا بحكي مع السوريين، هيك خفنا كمان موضوع الشارع انه الناس حتتقبل الاتراك خاصه ما بيعرفوا ميكروفون حلب. اليوم كثير في ردود حلوه انه معقول انتم عندكم قنوات بتبث من تركيا وكذا وكذا، بكونهم ما بيتابعوا القنوات العربيه. عمي يعني الحمد لله عمي هي النقطه عم تخطاها بوجود مقدم تركي عم يسال الاتراك. صحيح. يوسف بدي اتشكرك على هي المشاركه عفوا من معنا بالاستديو، وشكرا لك. شكرا لك يوسف، وكمان ما بدنا ننسى الاستاذ جلال دمير وبدنا نقول له تشكر يا درز. هلا هو ان شاء الله اليوم كمان جاي لكن متاخر، فنحن بنتشكره كمان لانه عم يضحي كثير، عم يتنقى سفر وبيجي بس مشان يحقق يعني انه يطلع هذا البرنامج باسرع وقت. بنتشكر الشباب الخلف الكاميرا، يعني شباب جبارين، ودائما نحن بنتمنى انه يتم تسليط ضوء، وان شاء الله بلكي ان شاء الله باحد الحلقات نعمل لهم شي فرتيش ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه، رب الله يقويكم. الرسم بالحنة من العادات المرتبطة بالأفراح السورية. صحيح، آلاء في كثير من المدن والأرياف في بلدنا ما زالت محافظة على هذا التقليد. علا صبية من خان شيخون حبت هي العادة يلي تعرفت عليها أكثر بعد زواجها من شاب درعوي. منشوف سوا رسمات علا بتقرير أعدته الزميلة سلوى عبد الرحمن. خلال الثورة والنزوح تزوجت شاب من درعا، يمكن كان النزوح صعب كتير على العالم بس بالنسبة لنا كان شيء حلو، كوننا عائلة حلوة وانطلقنا سوا. كانت فرصة لأتعرف على عادات أهل حوران ومن ضمنها كانت الحنة، حبيت شغلهم فيها والزغرفات اللي عم يعملوها، وجربت لأول مرة رسمت لحالي نقش. العالم صارت تشوفه على إيدي وعجبهم كتير، وقالوا لي انه يعني حلو لازم تشتغلي فيه. انا حبيت الموضوع وقلت بنقل ثقافات الجنوب للشمال واشتغلت فيها. صرت اتعامل مع صالونات. الشيء الحلو بالحنة انه هي حلال وكل العالم فيها ترسمة، وخصوصا انه ما بتطول مدة كبيرة وما فيك يعني ما بتملي من الرسمة، فيك تعملي تجديد باستمرار. عم لاقي إقبال كبير من الصبايا وخصوصا بالمناسبات والعراس، عم يجوا لعندي مشان يعملوا حنة. لما الصبايا شافوا الحنة وعرفوا هاي الثقافة، في منهم صاروا يعملوا حفلة حنة قبل ليلة العرس عكتر ما حبوها. تغير شكل وشي حلو يعني، وعم بينبسطوا فيه الصبايا. الأطفال كمان لهم حصة كبيرة، عم بينبسطوا كتير بالرسومات، خصوصا أنه ما بتقيد يعني برسم زغارف، لا برسم لهم شخصيات كرتونية ورود فراشات، يعني بيحبوا كتير هالموضوع. كتير رسمي ممكن طول فيها يعني 10 دقايق ربع ساعة ماكسيموم إذا كانت كبيرة. والثورة كمان كان لها أثر بهالموضوع، يعني يجوا صبايا لعندي يرسموا علم الثورة أو شي دلالات عليها.
مشاهدينا مكملين معكم بفقرات صباح سوري، وبعد الفاصل رح نكون مع تصفيف الشعر للرجال، تابعونا. نبحث، نجول، نتحقق من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن، نضعها على طاولة أصحاب القرار ونسائلهم بحثاً عن حل. قضية جديدة من قضاياكم تأتيكم أسبوعياً، معي أنا محدثكم علاء الشريف. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا. بيقولوا الحاجي أم الاختراع، ألا شو رأيك بهاي المقولة، بتآمن فيها؟ هلا أكيد بآمن فيها، وما أتوقع أنه في مقولة إجت عن عبس، يعني أكيد كل مقولة إلى موقف أو إلى حدث صارت، فمشان هيك طبعا خاصة مع السوريين شفنا خلال السنوات السابقة كيف كانوا يتحايلوا على كل الظروف. نعم آلاء، اليوم عنا قصة مشابهة لرجل سوري عمل على زراعة الأعلاف لارتفاع أسعاره، بنشوف مع بعض المادة سوا. بخطى واثقة يمضي أيمن في مشروعه الجديد بهدف تأمين العلف للمواشي والطيور بأقل التكاليف من خلال البدء بزراعة نبتة الأزولا العلفية. عدم توفر بذور النبتة في أسواق الشمال السوري والأسواق التركية دفع أيمن لمحاولة استيرادها من مصر، لينجح بعد محاولات عدة من الحصول على البذار، مطلقا مشروعه الذي سعى له منذ سنوات. نحن ضمن تجارتنا يعني آخر فترات صارت التكاليف علينا الأعلاف غالية جدا جدا، وصارت سببنا هالشيء هذا خسارات كثيرة، فصرنا نبحث عن بدائل الأعلاف. لقينا الفضل عز وجل نبات الأزولا، نباتنا نوع من أنواع النباتات الصرخسية اللي هو الغني بالبروتين، بتروح من 30 إلى 40% حسب نسبة الجفاف.
طريقة زراعته سهلة جدا للمربي، يعني ما بدها التكاليف العالية. كل ما هنالك اشترى بالبدار مرة واحدة صار يحسن يزرع بشكل مستمر، هي نفسها بتتكاثر. بأحواض متواضعة مملوءة بالماء والتراب تزرع بذار الأزولا، وبعد أسبوعين تقريبا تكون جاهزة للاستخدام كعلف للمواشي والطيور. شراء المزارعين للبذار يكون لمرة واحدة فقط، فالأحواض تحافظ على إنتاجها وبكمية جيدة بشكل مستمر ما دامت تلقى الرعاية اللازمة من المزارعين. الحمد لله رب العالمين، رجع علي يعني بخفة الأمراض، خفة الاستهلاك الأدوية وفرت، يعني هذا الشيء كمان عليه تكاليف عالية. صحة الحيوانات بشكل عام كان عطاني نشاط بسبب أنه أنا بقدمة خضرة، كل ما هناك أنا بشيلها من الحوض من العصر لتاني يوم الصبح مثلا بقدم لهم إياها، هون أنا لسه هي محافظة على خضارة، فهذا الشيء فيه أملاح فيه ألياف فيه شيء رائع جدا للهضم للمواشي. مزارع عدة بريف إذلب مخصصة لتربية الطيور والأبقار والأغنام بدأت بتقديم هذه النبتة كعلف رئيسي، سببت وفرة كبيرة في نفقات الأعلاف قاربت نسبة 70%، كما خففت من أمراض الحيوانات والتي كانت تسببها الأعلاف الجافة. البدء بإنتاج هذه النبتة العلفية في الشمال السوري وبتكاليف زهيدة ربما تسهم في وقف تدهور تربية المواشي والدواجن والتي تضررت خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاع الكبير بأسعار العلف. من إحدى مزارع مدينة كفر تخارين بريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم. مشاهدينا وهيك بنكون وصلنا على فقرة قراءة تعليقاتكم على سؤال حلقتنا ويلي كان حول تأثير الإدمان على الألعاب الإلكترونية على العلاقات الأسرية. نعم آلاء، خلينا نبدأ بأول تعليق يلي كان من حسن أبو المجد، قال أي شيء بيوصل لمرحلة الإدمان خطر. طبعا شخصية تانية علقت اسمها اتزان، قالت خصوصا لعبة الببجي هي بحد ذاتها إدمان، صاروا الشباب وقت يلعبوها ما يسمعوا ولا يشوفوا، وحتى إذا ندق الباب ما يقوموا يفتحوا، وين ما راحوا يلعبوها يأخروا الصلوات مشان هاللعبة. هناك تعليق آخر من عمران بدر بيقول هلأ أنا برأيي الألعاب الإلكترونية هي بحد ذاتها ما مضرة، بس بكثرة ممارستها بتسبب الكسل والأمراض الاجتماعية ومشاكل في الصحة البدنية والعقلية، فضلا عن على تأثيرها على سلوك الأفراد في الحياة الواقعية. تماما وداد. أحمد زعرور كان له رأي مختلف وقال إذا اللعبة مشتركة وفيها تنافس بين الزوجين بيكون كتير منيح. شكله أحمد عم بيعاني كتير من مرته عم بتنقى عليه من قصة اللعبة. لا بصراحة تعليق ملفت شوي. تماما. إذن في عنا تعليق آخر أيضا من إيناس أحمد ديبي، قالت الألعاب الإلكترونية هي داء حقيقي ودمار للعلاقات الأسرية، لما بتدمنها الزوجة بيصير إهمال وتقصير كبير للبيت وللزوج والأطفال، وممكن توصل المشاكل لمراحل كبيرة، والإدمان عامل لها غشاوي عن سبب المشاكل الحقيقية الكامن بالموبايل الملاصق فيها 24 ساعة، ولما الزوج بيدمن بتكون المصيبة أعظم، انشغال تام، بعد عن الزوجة، بعد عن الأطفال، توتر دائم بالبيت بسبب السعي خلف الفوز وكسب المزيد من رصيد اللعبة. التوتر بيخلق أكبر المشاكل وبينفصل الزوج تدريجياً عن اللعبة وبينسحب من كل مسؤولياته، حتى عاطفياً ممكن يتحول لكائن آخر لأنه جل تركيزه عم بيكون بكسب رصيد جديد للعبة، وبيصير هذا عالمه الخاص، وأي شخص بيحاول ينبهه لمراحل الخطر يلي واصلها بيعتبره عدو لدود ومحارب لمتع الحياة. طبعاً حول هذا الموضوع بتنضم لنا عائشة عبد الملك، اختصاصية نفسية. أهلا وسهلاً فيك سيد عائشة، صباح الخير. صباح الورد، يسعد صباحك سيدة عائشة. صباح الورد يا هلا. سيدة عائشة، شفنا سواء التعليقات يلي كانت حول تأثير الألعاب الإلكترونية على العلاقات الأسرية، شو رأيك فيها؟ هلا بصراحة أنا عم رافض التعليقات، في شيء حلو إنه في وعي من بعض الأشخاص أو بعض الناس إنه على موضوع الألعاب الإلكترونية وموضوع الإدمان، حتى عم تذكروا أشياء بالتفصيل مثل موضوع الإدمان، في موضوع المشاكل الاجتماعية والعزلة، المشاكل عم تكون بين الزوجين، في تعليقات شوي غريبة بس بالفعل عم بيكون في هيك شيء.
فموضوع بصراحة بيحتاج ل يعني لتسليط الضوء عليه مظبوط. طب سيدي عائشة، كتار من اللي يعلقوا قالوا إنه هي مدمرة للعلاقات الأسرية، ولكن في تعليق لفتني هو كان من أحمد زعرور قال إنه إذا الزوجين عم يلعبوا سوا فبيصير في إيجابية وبتسلوا، فحضرتك شو رأيك بهذا التعليق؟ بصراحة مو موضوع إيجابي، بالعكس الموضوع أنا بشوفه كتير مختلف، خاصة إذا كانت الألعاب عم بتكون منافسة وعم بيكون في شيء مثلاً مثل لعبة حدا مثلاً لعبة البوبجي نفترض إنه عم بيلعبوا زوجين فيها وحدا من الثاني مثلاً كان سبب بإنه يخسر أو سبب بإنه ينصاب أو فهذا ممكن يعمل تشاحن بيناتهم على فكرة إنه أنت كان فيك وما فيك وتركتني لأموت والله هاي القصص. بالعكس أنا بشوف هذا الموضوع ممكن يعمل كثير مشاكل، وبصراحة هذا الموضوع شاهدناه بأول ظهور الألعاب الإلكترونية خاصة لما عم بيكون فيها تواصل بالعالم الخارجي مع الأشخاص الغرفة عم بيكون في مشاكل، لما عم بيكون رجل عم بيتحدث مع زوجته أو حدا عم بيعلق على اسم زوجته، أو السيدة نفس الشيء لما عم بتشوف جوزها عم بيلعب مثلا مع حدا أو حدا مثلا بعت له باسم بنت. فأنا ضد الفكرة اللي حكاها الشاب، بحترم رأيه، يمكن هو عنده وجهة نظر ثانية، بس صراحة هذا الموضوع اللي لمسناه بالواقع. طيب سيدة عائشة، بيظل انتشار هاي الألعاب بوقتنا الحالي في كتير سؤال بيخطر لي أحيانا، أنه ليش في أشخاص بيوصلوا لمرحلة الإدمان على هاي الألعاب؟ ما وصلني السؤال؟ عفوا، عم بقول أنه بيظل انتشار هاي الألعاب بوقتنا الحالي، أنه في سؤال على طول بيخطر لي، أنه ليش في أشخاص بيوصلوا لمرحلة الإدمان على مثل هاي الألعاب، مثلا مثل لعبة الببجي المنتشرة حاليا، منشوف أنه أغلب الشباب أو معظمهم يعني عندهم إدمان رهيب على هاي اللعبة. طيب هلأ بداية أول شغلي في شيء لما يخص الشخص نفسه، كثير من أطفالنا وحتى من شبابنا عم بيلاقوا نفسهم في أماكن تانية غير مجتمعهم، موضوع الانتماء وموضوع إثبات الذات عم بيلجئوا هن لهي الألعاب اللي ممكن هي عم بتكون فيها مثلا احنا شفنا في شخصيات انشهرت من وراء هاي الألعاب عم تكون إلى اسم نجومية، فهي أثبتت وجودها وذاتها هون. فكثير من الأشخاص كلهم عم بيتجهوا لهي الألعاب، أول شيء لإثبات ذاتهم، ليحسوا بوجودهم، لما عم بيتعاملوا مع أحد وحدا عم بيهتم فيهم، حدا عم بيهتم بذاتهم أو باسمهم أو بقريتهم أو بشخصهم هنهم أو تيمهم اللي هو موجود بالألعاب، فهذا الشيء عم بيعطي أول شيء إثبات شخصية، عم بيعطي ثقة بنفسه، مع الأسف هو ممكن يكون كبداية، بعدين لا ممكن يوصل معه لأنه حتى لأنه يقلش ثقة بنفسه خف. موضوع الإدمان كمان عم بيكون الوقت الفراغ اللي عم بيشغل هذا الشخص أو هذا الطفل، الأهل إن كان بعيدا عن العمل كمان نفس الشيء عم بيلتهوا بالجوال، مع الأسف إنه يعني في ناس اللي موجودة على الأجهزة الإلكترونية مش لأنه فاضي بدها تتسلى، لا لأنه في ناس أحياناً بيكون شغلة، أحياناً قراءة الكتب صارت عن طريق الأجهزة الإلكترونية. طب سيدي عائشة، يعني برأيك كيف ممكن نحن نقنع الأخ أو شريك الحياة المدمن على هاي الألعاب الإلكترونية سواء كانت الببجي أو حتى غيرها أنه يبتعد عن هاي الألعاب ويحاول أنه ينظم وقته ويخصص وقت أيضاً لقضائه مع الأسرة؟ أول إشي لازم نبدأ فيه الأنشطة الاجتماعية اللي بتكون شراكة من الأسرة كلها، ممكن مشوار، ممكن نزهة، حتى الألعاب لما بتكون بالبيت لما يكون في أنشطة حلو إنه يكون الكل يشارك فيها، الأب الأم الأخ وكلهم، هذا الشيء بشجع الطفل أفضل إنه هو يترك الجهاز وينشغل، بالعكس هذا الطفل هو الشيء اللي بدي إياه. إيجاد طريقة لإيصال الطفل لهوياته، في كثير أطفال عندهم هويات بأشياء الأهل متكافئين فيها أو فكرة والله أروح أحط على شغلة فاضي، لا جيبولهم، اللي عنده هواية بالإلكترونيات جيبولوا شغلات إلكترونية يلعب فيها، اللي عنده هواية بالرسم جيبولهم، هذا موضوع بيبعدهم شوي، تنظيم أوقات محددة للجهاز هذا الشيء كثير مهم. برنامج الحماية، في برامج حماية عم بتكون الأهل قادرين إنهم يقفلوا أو يسكروا الجهاز سيدة عائشة
سيدة عائشة، كان نحن بودنا طبعا نكمل معك بهذا الحديث المهم، لكن بسبب ضيق الوقت بدنا نعتذر ونكتفي بهذا القدر. شكرا لك. شكرا لك سيدة عائشة. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، وهلا منروح لنتابع فقرة الحلاقة الرجالية. طبعا آلاء هاي الفقرة عدلنا اياها الزميل عبادة حيدري، خلونا نشوف مع بعض المادة التالية ونرجع. مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا. هلا انا دائما بخطر لي سؤال، انه انت بتحلق على كيف الزبون ولا تختار له انت الاصل؟ هو الزبون هو اللي بيختار الاصل. هلا نحن بناخذ راي الزبون اول شيء، شوف اذا رايه تمام بالنسبه لشكل الراس نمشي مع الراي تبعه، اما اذا طلعنا وشفنا الوضع ما هو تمام بالنسبه للشيء اللي طلبه بطرح عليه الفكره. لانه احيانا كثير من الزباين بيقول انه انا بدي اعمل هيك او اسوي هيك، ايه بحلق له مثل ما بس بروح على البيت بيجي لي سبع شهر او كذا بلاقي الروتين كله ورا. يعني من عندك بيطلع صح، من عندك مش بالمثبتات بال نعم. طيب شو السبب؟ انه السبب لانه الشيء اللي نحن بنشتغله هون بالنسبه للسشوار والليس والسبري بيعطي الشكل اللي بده معنا نحن، بس وقت هو بيروح على البيت مثلا بده يسرع شعره بيطلع انه ليش انا ما طلع معي مثل ما طلع مع الحلا. هي الفكره ليش؟ لانه نحن بنكون عم ناخذ برأي، فنحن بنعطيه فكره احلى. لو اخي مثلا في عندك راس بيجي مدور بنختاره نحن القصه بحيث اذا هو راح مثلا سرحه بالبيت يزبط معه فورا، لا بيعذبه بالتسريح ولا هي الفكره بس مو اكثر. يعني الفكره بتطلع من الطرفين، نحن لنا نظره معينه هيك احسن لك مثلا وفرجيك انه هيك انت عم تشتغل على قصتك ونحن هيك على قصتنا. بيقتنع الزبون بشوف شيء كثير حلو مع الايام فبيطلع بالاخير رايق. يعني هلا اللي بيحكم الموديل القصه قلت لي انه موديل الراس واللي بيلبق، طيب كمان في الموضه، شلون عم توافق بين شكل اللي بيلبق للزبون نعم. والموضه؟ هلا الموضات صايره كثيره، يعني في منهم كله بياخذ احيانا هلا كل اللي دارج انه بياخذوا الدائره على الزيرو بيعملوا فرق بيقلبوا الشعر على جنب. هذا هي الموضه اللي دارجه هلا غالبا عم تلبق على كثير من الروس اللي عم تجي. ففي عندك عالم مثلا بيجي راسها على شكل انه طوال. اشتغل من شان ما ايه ما فينا نوصل له هي القصه، فمقترح عليه موديلات مفاجئ كتالوجات هي بتعمل هي بتلبق لك اكثر ما بتلبق لك اكثر، هي الفكره. ايوه طيب هلا انا شايف يعني ما شاء الله قدامك اربع ماكينات خمس ماكينات، ايش تفرق كل ماكينه عن الثانيه؟ اخي مو قصه شو بتفرق كل ماكينه. هلا طبعا هون الكادر عندنا كله احدث شيء يعني والامدز معروفين يعني، فالاريحيه للزبون كصوت ماكينة نعومة الماكينة التحديد تبع الماكينة طبعا شفرة قليل حتى نستخدم الحلقة الطارئة مو أكثر. طيب يعني شو بتفرق انت ايمت مثلا تستخدم هاي ايمت تستخدم هاي ايمت تستخدم هاي؟ هلا هاي عندك الماكينة معروفة دوليا يعني ما في داعي. الفكرة منها انه كسرعة وأداء يعني غير ماكينات مثلا تشتغل فيها بالراس مره مرتين ثلاثه تحسسها بتتنتع او كذا الزبون بيتضايق. لا نحن بنجيب احدث نوعيات بحيث الزبون يضل اخذ الاريحيه الكامله. وهي نفس الشيء طبعا تنتين نفس الماركه يعني. هي الفكره من كل القصه يعني. عندك هذيك الماكينه الصغيره اللي هي الانديز. فعلا كثير بتقول لك انه انا عم بحلق دقني على الشفر لك عم تحسها شو عامل؟ هي بتعطيك نفس نعومة الشفرة ولا بتحسس الدقن ولا اي شيء طبعا نفس نعومة الشفرة لا نفس نعومة الشفرة واكثر لسه. طبعا من غير ما تعطي تحسس بالدقن او اي شيء. طيب انواع الكريمات اللي انتم بتستخدموها شو هي انواع الكريمات؟ هلا انواع الكريمات يعني شلون بتنصح الزباين نعم. كمان انواع الكريمات في انواع الكريمات كثير بطلع على نوعية الشعر. شو نوعية الكريم اللي بتناسبه؟ في زباين بتيجي بتقول لنا انه بدي نوعية الكريم مثلا اسس. اخي الاسس ما بيزبط على شعرك، نحن بنعطيك غير الاسس هي عندك وراك المونتاج، نحن بنعطيك غير شيء بيلبق لشعرك اكثر وبيزبط مع شعرك اكثر مثل الداكس الويلا في كثير انواع مرتبه، شو بيناسب الشعر بنعطي. هلا هو يعني دائما شائع انه هدول بيضروا كثير الشعر. هلا وهم مع انه مكتوب عليهم انه غني بالفيتامين نعم. وبيقوي الشعر يعني عكس تماما المفهوم الموجود نعم. هلا في كثير زباين بتجينا انه عم يقول لك انه انا زلمه بتساقط شعري بيكون في له تدريبات كثير بتساقط شعرك ليش شو نوعيه الكريم اللي انت عم تحطه؟ بيقول لي انه انا عم باخذ كريم كذا منتج قوي لك يا اخي من القصه مو هيك.
في شيء لازم تستخدمه للشعر يناسب شعرك بس. على فرض مثال بيجينا زباين انه بيقول لك انا بحط الكريم الصبح ما بغسل شعري لاخر الليل واحيانا بنام فيه. ما بزبط. بضر وبيهر وقصة. فشو ما كان نوع الكريم بيأثر على طبعا يعني الشعر ما بصير يطول عدد ساعة يعني شرط مثلا عدد الساعات. هلا هي معروفه من انه وقت في الصباح للمساء بس للمساء اكثر شيء. نعم. بعدين وحط بشيء بسيط ما يضر ببصله الراس لانه هذا الشيء كله كمان بضر. طيب يعني في كمان نوعيات زيوت، في ناس بتحط زيوت للشعر. طبعا في حمامات زيت كثير وشايفين منها نتيجه كثير قويه وبالفعل هي بتخفف التصرف وبتوقف. طبعا حتى عندك هلا نازلين البروتين. البروتين البوتوكس عم يعطينا شغلات كثير ممتازه يعني وفرق بالشعر 100%. هلا في بروتين وكرياتين وفي يعني بوتوكس. وصفات كثيره. نعم. شو بتفرق هي عن هي عن هي؟ هلا اخر الكرياتين عندك يا انه تسبيل يعطيك للشعر انه يسبله فقط بس بشكل كثير قوي بدون ضرر، هي رقم واحد. البروتين بروتين يعني وقت عم لك بروتين عم يعطيك بروتين للشعر. بروتين للشعر بس هو بنفس الوقت بيسبل. 30% شو قد بيتم فتره التسبيل؟ بدك تحكي بالسبع شهور تقريبا او سبع شهور. نعم. ولكن 30%. نعم 30%. البوتوكس علاج فقط ما بيعطيك تسبيل. علاج للشعر تساقط كذا هالقصص هاي. وبيستخدموا مع بعضهم؟ مثلا واحد بيستخدم كرياتين وبوتوكس؟ هذا الشيء نحن بنقرره بنطلع على اي قرار؟ على اي اساس؟ على قوة الشعر. اذا بتحمل شعره مثلا تسبيل وبروتين فورا بنخلط له اثنين سوا بنشتغل له اياهم على حسب ما نحن بنشوف نوعية الشعر. التسبيل هو كرياتين. نعم التسبيل لحاله كرياتين. والبوتوكس ممكن مثلا انا احط كرياتين طبعا مو انا بس اي شخص انه يحط كرياتين ويحط بوتوكس تضبط. بس يفضل انه اذا بدك تخلط شيء مثلا عندك حلين يا كرياتين وبروتين يا اما بروتين وبوتوكس. اما تحط بوتوكس وكرياتين بعيده شوي. هي الفكره بس. ايوه. ودائما يعني بنضل عم نقدم للزبون الشيء اللي عم يرتاح عليه انه عم يشوفوا انه عم لاقي فرق انا كثير كبير وعلى هالمبدا هذا ماشي الحمد لله رب العالمين يعني كثير مبسوطين نحن ولا الزبون اللي كان عم يجي لعنا. طيب وبالنسبه للبشره في بتسووا ماسكات بتسووا شو طبعاً. شو انواع الماسكات؟ شو بتفرق الماسكات عن بعضها؟ هلا اخر الماسكات لها اكثر من نوع. ماسكات لها اكثر من نوع، نحن عندنا نوعيات محدده. هلا في عندك بشره بتجي دهنيه نعرف شو نوصف لها. ماسكات سحب، ماسكات تأسيس، ماسكات تسكير مسامات كله بتتبع بعضه. طبعا بخار، شفط، ليزر، هذا كله نشله. طبعا هون عندنا الجهاز شامل يعني كله هذا بنعالج فيه البشره. فهو يعني حسب كل بشره طبعا وبنوصف له شو ياخذ. مثلا بالنسبه للبشره اول ما بفيق الصبح كيف يتعامل مع بشرته، شو نوعيه الصابون اللي بغسل فيها البشرة، إذا كان مثلا عم يعاني من حب وشه دهني كذا، هذا كله بنعالج له اياه. وبتكون العلاج على جلسات ولا جلسة واحدة؟ هلا إذا كان هلا في عندك الوجوه بتجي كثير بتلاقي عم يعاني من زيوان كذا، هذا ما فينا نخلص له اياه من أول مرة طبعا. يعني حسب بده ثلاث جلسات انكثرت بيطلع له نظامي. بس طبعا هون في نقطة عندك إنه كمان الزبون بده يساعدنا بهذا الشيء وبالنصائح اللي بنعطيه اياها. طيب اذا رجعنا شوي للشعر، بالنسبه في انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. انه الواحد كل ما انه خفف من غسل شعره هو بيكون افضل. طبعا شو مدى صحه هذا الشيء؟ اخي الكريم هلا تجي هي 20% بانه اذا غسل شعره اقل بيكون احسن. النقطه مو هون، النقطه في عالم كثير بتلاقيها عم تاخذ انواع شامبو عاديه. بيقول لك مثلا كلير او هيدا انشور، ليش ما بدنا نذكر انواع منتجات؟ اخي الكريم هلا افضل انواع الشامبو تجي اللي هي خاليه من الملح لاي شعر. هي الفكره، يغسله صبح ظهر مساء ما في مشكله. وفي عالم كثير بتقول لك انه انا بخلي الدوش يضرب كثير على راسي وبغزله وكذا، هذا الشيء اكبر غلط. ايوه فتت بصله الراس كذا،
فالافضل انه يكون مده الميه بعيده شوي والشامبو يكون خالي من الملح، بضل الشعر نظامي 100%. فيعني هدول هن الوصفه السحريه، انه يكون الشامبو خالي من الملح والدوش بعيد. يعني كمان انا بدي اعتني مثل شلون بعتني ببشره الوجه طبعاً. نفس الشيء بالبصل اللي تقصر فيه. بتقول مثلا انه يا اخي الشامبو اللي خالي من الملح عم ينشف الشعر تمام على عيني وراسي، خلص منه واستخدم له بلسم. خلص من هذا الشامبو استخدم بلسم، ما تستخدم شامبو شامل. يعني المواد اللي عم تجي اثنين بواحد يعني. تسلم تمام، نحن عم نختصر شغلتين لانه الشامبو اللي عم يجي فيه شيء كامل عم يجي مواده كثير قويه. وصلت الشعر ما هي عم تحمل ولا الشعر، فعم يؤدي لتساقط، عم يؤدي لحبكة، عم يؤدي لكثير شغلات. بقولوا يمكن البلسم حتى ما بصير يصل بصلة الشعر. بما انه انت عم تحطه لحال وعم تفصله عن الشامبو اللي الشخص عم يستخدمه عادي. يعني هو مدته على الشعر دقيقتين وبس يكت مع راسه اموره. ايوه. وبالنسبه للبشره يعني مثلا انه الواحد يغسل وجهه بالماء والصابون كثير بياثر؟ هلا هو ما بياثر، هو ما بياثر، بس في عندك عالم كثير بتغسل وشه بالصابون بتلاقيه صار يقشر او كذا، ففي غسول كثير للوش. يعني كريمات غسول الوش صباحيا انه الواحد يستخدمها هي افضل بتجي من الصابون، تعالج البشره، بتعطيها رطوبه، بتعطيها الرمق تبعها بترجع مثل ما هي واحسن لسه. هلا في علاقة دائما بيقولوا بين الحلاق والزبون، يعني نص سمعة الحلاق هي انه وقت بدردش مع زبونه. يسلم كمك. هلا في نقطة صغيرة. ايه. انه اخي بشغلتين ما فيك تركز. بشغلتين ما فيك نجيب عالم. بس والله بتشوف الحلاق ما شاء الله مركز بالحديث و نعم. والزبون بيجي الحلال بعدها بيكمل القصة اللي كانوا في الحلال. هلا فينا مثلا لابد من ابتسامة طبعا شيء اكيد. بس نحن بنعطيه جوله للزبون انه بنفوته بجوله احلاق، يعني لا هو بصير بحب يحكي ولا انا بصير بحب احكي لانه عم انت شيء كثير حلو. فعم يستنى النتيجه انه عم نبدع بالقصات اللي نحن عم نشتغل فيها، عم نبدع. وطبعا كثير بيكون الجو حلو اذا كان موسيقى هاديه مثلا ونحن عم نشتغل بالشعر كسشوارات وقصات وكذا، ما في داعي. وبنفس الوقت بتخفف ضجه، هيك الزبون رح يكون مروق، رح يكون مبسوط كثير. هاي الفكره بتجي كثير حلوه. يا سيدي الله يعطيكم الف عافيه ولا تواخذنا طولنا عليك. والزبون مشكورين كثير والله يعطيكم العافيه. الله يسلمك يا رب. حياك. اهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا بنتمنى تكون فقرات برنامجنا لليوم نالت اعجابكم، واكيد بانتظار مقترحاتكم لتطوير البرنامج ومشاركتكم بالصور والفيديوهات والتعليقات. وطبعا فيكم تشوفوا كل حلقات برنامجنا عبر معرفات قناه حلب اليوم الظاهره اسفل الشاشه. بتمنى لكم يوم سعيد، يسعد اوقاتكم والى اللقاء.